أنا رحت على أستراليا وأنتم بتعرفوا إنه استثمرت في زيارة واحدة على أستراليا استثمرت مليار دولار. أوكي للأمانة الآن بدون أي بدون ابتسامة مثل ما بيقولوا. في عندي دعوات لاستثمار قوي في تركيا. وصدقا عم فكر بهذا الموضوع، يعني كمان في مجال صناعة المواد الغذائية وأيضا في صناعة الهوسبيتاليتي الضيافة اللي هي أوتيلات وهيك. شفت أكثر من أوتيل الآن عم يدرسوه هلا هن الفريق اللي عندي، فلنشوف كيف. هنالك طبعا رغبة بالتوسع باتجاه تركيا وعم نحاول، يعني عرفت كيف، لكن إن شاء الله الظروف تكون مساعدة. أكيد أستاذ. ففي الآن طبعا إحنا عمال نستثمر مع الاتراك في مجال في تركيا في مجال المواد الغذائيه. الان زي ما قلت لكم انه عمال بعمل انا هب كبير للمواد الغذائيه، شفت عملت جرانديو سوبر ماركت وهيك، وهذا الجرانديو هلا حاليا ما شاء الله رايح على كل دول الخليج، متوقع حتى نهايه عام 2023 يصيروا اكثر من 60 هايبر ماركت. وبالتالي انه هلا قدرت وقع اتفاقيه مهمه مع منطقه باري بجنوب ايطاليا، وإن شاء الله ممكن كمان في إحدى الولايات في تركيا عارضة أنه كمان يكونوا هن يوقعوا اتفاقية لتصدير مواد غذائية إلى الخليج، وإن شاء الله يعني نحتفل فيها جميعاً.